بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أهل سنته من المتمسكين بها العاملين المطبقين لها الناشرين والمعلمين الناس هذه السنة الطيبة المباركة. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المسلمين ممن اصطفاهم الله عز وجل ليقولوا هذه الكلمة الطيبة ليوحدوه ويعبدوه. بالنسبة لموضوع الليلة، يعني خصوصا في هذه العجالة، يعني نقف وقفات مع هذه العناوين، يعني مقتضبة ومختصرة وسريعة، وكما يقال يعني اللبيب تكفيه الإشارة والإشارة تغني عن العبارة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم يعني فقها وفهما وسدادا ورشادا. يعني بالنسبة للوضع وللواقع الذي نحن فيه، ونحن يعني قاب قوسين أو أدنى للخروج من العزلة ومن السجن، أسجل هذه العناوين. يعني ماذا استفدنا؟ لا شك أننا استفدنا كثيرا، ولكن هناك عناوين كبرى يجب أن نقف عندها ونركز عليها. مثلا العنوان الأول الابتلاء، يعني الإنسان دائما وأبدا في دائرة الابتلاء، لا مفر ولا مهرب له للخروج من هذه الدائرة، فهو مبتلى، يعني مبتلى بالسراء ومبتلى بالضراء. يعني الحال الذي هو فيه هو في حال ابتلاء، إن كان غنيا هو مبتلى، وإن كان فقيرا أيضا هو مبتلى، إن كان يعني صحيحا معافى أيضا مبتلى، إن كان مريضا هو مبتلى. وما كنا فيه من هذا الوباء أو المرض، أو يعني سموه ما شئتم، يعني ولكن واقع عشناه، وهذا لا مفر منه ولا مهرب. إذن العبد دائما وأبدا في دائرة الابتلاء، لا يحيص ولا ينفك عنها أبدا حتى يغادر هذه الدنيا. فمن علم ذلك يعني هيأ نفسه. نعم الإنسان أيها الإخوة قد ينسى وقد يغفل لمشاغله في هذه الحياة الدنيا، وكثير من الناس يعني يجهلون لا يعلمون أنه مبتلى، ويجب أن يهيئ نفسه يعني إذا ما كان يعني في هذه الدائرة، بل هو في الحقيقة في هذه الدائرة. فحال العبد يعني في هذا الابتلاء، يعني بالنسبة لأنواعه، إما في حال يعني سراء
وسرور ونعم وصحة ورخاء وإلى آخره وسعة. يعني المقام هنا مقام حمد وشكر لله عز وجل. فالإنسان يعبد الله من خلال النعمة، من خلال النعمة يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا من خلال النعم. وإما يكون في مقام ابتلاء، يعني مصائب وأحزان وأوجاع، يعني مصائب، والمصائب كثيرة، يعني كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا المقام مقام صبر، صبر واحتساب. فهذا هو حال المؤمن، إما في مقام حمد وشكر، وإما في مقام صبر واحتساب. هنا يعبد الله وهنا يعبد الله. فما كنا فيه يعني بالنسبة للمؤمن ليس غريبا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى. فكيف يتصرف داخل هذه الدائرة؟ يتصرف أنه عبد لله عز وجل، يعني أمام هذه الأحداث وما حصل وما كنا فيه، نتصرف كعباد لله عز وجل. والأصل أن الإنسان عندما دخل في هذه الدائرة، يعني الوباء، وكثير منا تعرض للوباء، وكثير منا ينتظر الوباء، وكثير منا أصيب، يعني من أهله ومن يحب البلاء، وكأيضا فقد بعضنا من يحب من أهله. فكيف نتصرف هنا؟ يعني هنا الامتحان، أتصرف كعبد لله عز وجل، وأقابل ذلك بكامل التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل. يعني الرضا بقضاء الله وقدره. وهنا أيضا يعني من فوائد ذلك، وأنا ضمن هذه الدائرة أدافع هذا البلاء، أدافعه بالدعاء، أدافعه بالاستغفار، أدافعه بالصدقة. فهنا المؤمن استفاد يعني من هذا الواقع، عندما يعني ابتلاه الله عز وجل بهذا النوع من هذا البلاء، استفاد وكان أكثر عبودية لله عز وجل، وأيقظه من غفلات ومن لهوات. يعني لا أريد أن أتوسع، ولكن هذا عنوان أننا دائما وأبدا في دائرة البلاء والابتلاء، والإنسان يهيئ نفسه. النقطة الثانية أيها الإخوة الكرام، الوقت. يعني الوقت، يعني نحن يعني كما تعلمون يعني سجننا، ولو يعني سجن يعني مؤقت، كان سجنا مؤقتا، ولكن كما هو الواقع وكما حصل، يعني انتبهنا إلى أهمية الوقت. فالعاقل من استفاد واغتنم وقته، وكثير منا يعني أيضا بسبب الغفلات واللهو والسهو قد يغفل عن عظم الوقت وقيمة الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأدركنا عظم النعم كنعمة الوقت. والإنسان يعني ربما كثير من الناس ينتظر المرض وينتظر الموت وإلى آخره، فهو يريد أن يستفيد ويغتنم كل لحظة من لحظات أوقاته ليتقرب إلى الله عز وجل، لا أن يضيع هذه الأوقات في اللهو واللعب. فأيضا استفدنا أننا بعد الوباء يجب أن نكون أكثر اهتماما بأوقاتنا مما كنا من قبل. هذا بالنسبة للوقت. أيضا النقطة الثالثة أيها الإخوة،
العبرة، يعني ما هي العظة، ما هي العبرة التي استفدناها ونحن داخل هذا الوباء؟ والعقل يجب أن يفكر وأن يسجل يعني ملاحظات يعني فيما مضى والحال الذي كان عليه، وأيضا فيما يتعلق بالمستقبل، ماذا استفاد أو ما هي العناوين التي استفادها، ما هي العبرة والعظات؟ أيها الإخوة الكرام، يعني الإنسان يجب أن كما قال يعني ابن الجوزي رحمه الله، يعني التبصر بالعواقب، التبصر بالعواقب، كما قال الشاعر: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل. يعني المعنى أيها الإخوة، تبصر بالعواقب وما أنت فيه الآن وما مر بك من محن، يعني في موضوع البلاء وابتلاءات، فمن فعل ذلك نال خيرها ونجا من شرها واستفاد، عبر عبر، يعني العبرة هي عبور من واقع إلى واقع. لا شك أن المؤمن يعتبر، ومعنى يعتبر أنه دائما يعبر أبدا في سيره إلى الله من واقع حسن إلى واقع أحسن، ويزداد يعني يزداد قربا من الله عز وجل بالعمل، بالعمل الصالح. يعني انتهى الوقت، هذه 3 عناوين يعني مختصرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتعظون ويعتبرون، وأسأل الله لي ولكم الثبات والرشاد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.